اتفرج على الحلقة رقم 19 والحلقة رقم 21 من برنامج رمضان أند بيتكوين، هتلاقي إن أنا بالضبط من 6 أيام نصحت الناس إن هم يشتروا إيثيريوم. لو أنت كنت اشتريت إيثيريوم من 6 أيام، اشتريت واحد إيثيريوم بس، كان زمانك كسبان فيه $1000. رمضان أند بيتكوين حلقة 26. Welcome ladies and gentlemen لحلقة النهاردة من برنامج رمضان and بيتكوين. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة عندنا أخبار كتير جدا هنتكلم عنها، هنتكلم على بيتكوين، هنتكلم على إثيريوم، كاردانو، دوج كوين. كالعادة هنعمل شوية تكنيكال أناليسيس في آخر الحلقة. النهاردة بيتكوين حاول يكسر $60,000، والناس اللي بتتفرج على الحلقات بتاعتنا احنا كنا بنتكلم على الكلام ده بقالنا كام يوم. زي ما ابتديت أول الحلقة، إثيريوم نصحنا بيه من 6 أيام، كاردانو برضو نصحنا بيه من كام يوم لما قلنا ان هو كان بيكسر الريزيستنس، وقلنا ان هو لما بيلمس الخط كذا مرة عاجلا ام اجلا لازم يكسر الخط، وده فعلا اللي حصل. مبروك للناس اللي اشترت وسمعت النصايح، والناس اللي ما اشترتش ما تقلقش، لسه في فرص كتير جدا جاية. خلينا نبتدي الفيديو بتاع النهاردة باول حاجة زي ما تعودنا، اخبار السوق. زي ما انتوا شايفين طبعا الكينج النهاردة إيثيريوم. دوج كوين كان واقع النهاردة حوالي 9%. هنعرف ليه كان واقع النهاردة دوج كوين 9%، مع انه الناس زي ما كنا بنقول امبارح مستنية الخبر بتاع NSSNL Saturday Night Live. هل يا ترى إيلون ماسك هيتكلم عن العملة دي ولا لا؟ انا ابتديت اتوقع ان هو مش هيجيب سيرتها خالص خالص، يمكن مثلا في سكتش كده يقول ان العملات الافتراضية دي المستقبل وان احنا هنروح المريخ، هيقول كلمتين كده. انما الناس كانت متوقعه انه يعمل سكتش كامل على دوج كوين او على العملات الافتراضيه. اي دونت ثينك انه ده هيبقى الكيس، انه يعني زي ما قلت لكم امبارح هو اكيد بيعمل كده في الخفاء، مش عايز يبقى ظاهر انه بيعمل كده علنا ان هو بيرفع سعر الحاجه يعني مهما كانت العمله. بيتكوين النهارده لمس تقريبا ال 60000، 59900 تقريبا، وبعدين وقع. هنعرف ليه في اخر الحلقه في حته التكنيكال اناليسيس. ايثيريوم اول تايم هاي 3900 زي ما تعودنا هنشوف العملات بتاعتي اللي انا شايلها، وفي حلقه اسمها ماي بورتفوليو اللي هو راس مالي. اتفرج على الحلقه دي عشان احنا الكلام ده هيتغير قريب. ليه؟ اول حاجه انا دايما بنصح ان احنا لما نخش على الويب سايت ده، بدل ما العملات بتحط بالدولار، احنا هنغيرها ونقارنها بالبيتكوين، لانه هتلاقي عندك الوضع اتغير خلاص. فالحاجات دي كلها مقارنه بالبيتكوين. يعني إيثيريوم النهارده زايد عن البيتكوين 8%، اوكي، مالناش دعوه بسعر الدولار. لما نيجي بقى نمسك، اقول مثلا من شهر انا دخلت العملات دي تقريبا من شهر او من شهرين، هنحط شهر ونشوف. طبعا احنا في الت سيزون، فالذكي اللي يبيع مكسبه اللي من العملات دي ويحولها لعمله ساكته بقى لها شهر، ويحولها لعملة ساكتة بقى لها شهر. لما نيجي نشوف، شايف الجدول بتاعي؟ إيثيريوم أنا كسبان فيه 84%، باينانس 52%، الكلام ده في شهر. أنا واخدهم من شهرين، أنا كسبان فيهم أكتر. والعملات الصغيرة دي طبعًا 31%، لايت كوين 50%، مانا 43%، فممكن أقوم سايب دوت. سي آر أو أنا قلت لكم أنا شايله بس عشان أستعمل المحفظة بتاعتهم. وانجن ممكن اسيب دوت وانجن لان لسه ما كسبتش منهم. انما بقيه العملات اللي اخضر زياده عن البيتكوين دي، انا لو حولتها النهارده بيتكوين يبقى انا اشتريت بيتكوين بكميه اكتر من اللي انا كنت اقدر اشتري بيها. بدل ما اشتري مثلا ب $1000، النهارده انا بشتري ب $10,000 من مكسبي من الايثيريوم. الناس القديمه بتعمل كده. اول خبر النهارده طبعا بيقول انه بيتكوين وصل لل 60000، واحنا الناس اللي متابعه التكنيكال اناليسيس بتاعنا عارفين ان احنا رسمين الخط ده هنشوفه في اخر الفيديو، وهو لمسه كذا مره وبيحاول يكسره. اوكي، ايثيريوم ان ان اول تايم هاي، وراؤول بول ده من احد الحيتان بتوع البيتكوين بيقول ان كل الانفسترز اليومين دول داخلين على الالت كوين عشان احنا في الت سيزون. وزي ما قلت لكم في حلقه امبارح وحلقه اول امبارح، الناس الجديده لما تخش هتخاف تشتري بيتكوين ب $60,000، انما ممكن يشتروا كاردانو بدولار، ممكن يشتروا دوج كوين ب 7 سنت، ممكن يشتروا الكلام ده.
وهو ده اللي احنا شايفينه، زيادة الالت كوينز دي ناس جديدة مش الناس القديمة. وفي انفستور بيقول انه في 10 اسباب ممكن تخلي ايثيريوم يوصل ل 10,000 دولار. كفاية العمل النفسي، يعني كفاية العمل النفسي. هنا بيقول لك انه الترانزاكشن بير داي، كمية الترانزاكشن في اليوم، البيتكوين 14 بليون في اليوم كمية الترانزاكشنز، الناس بتبعت وبتريسيف وسند، ريسيف وسند، مش بيع وشراء، ب 14 بليون. ايثيريوم 30 بليون. ايثيريوم 30 بليون، عشان تبقى متخيل حجم الارقام دي، باي بال بجلالة قدره 2.5 بليون في اليوم. بيتكوين 14 وايثيريوم 30. ايثيريوم زي بيتكوين في 2017، بكرر كلامي للمره الالف. ايثيريوم النهارده زي بيتكوين في 2017، بيتكوين في 2017 كان ب 1000 1600 2000 اوب طلع ل 20. This is Ethereum في الفترة اللي احنا فيها دي 10. طبعا في ناس بتقول 40,000 و30,000، يس، بس مش البول ران ده، البول ران الجاي كتر خيره قوي لو طلع ل 10. كاردانو احنا جبنا سيرة الخبر ده امبارح، وعاملين التكنيكال اناليسيس ده من برضه 5-4 ايام. يعني انت لو كنت اشتريت كاردانو، احنا كنا بنتكلم عليه هنا في الحتة دي، كان بدولار بدولار و20 سنت. كلمنا ونصحنا بين على الطلعة دي، قبل الطلعة دي احنا كلمنا ونصحنا فيه، لانه تاني الخط بتاع المقاومة هنا اللي هو كان دولار واربعين سنت لمسه مرة، والتانية وقلت لكم التالتة لمسه بجدارة، والرابعة لازم يكسره. ودلوقتي لو انت عايز تخش في كاردانو تاني، تستنى لما الخط ده ينزل لتحت كده على دولار واربعين سنت، ما تخشش فيه دلوقتي، ممكن يعمل كونسوليديشن ويرجع ينزل تاني. All time high كاردانو دولار وسبعين سنت، كاردانو 8 دولار 9 دولار على اخر البول ماركت ده، وبعدين 40 دولار و50 دولار يمكن البول ماركت الجاي، او يمكن 100 دولار البول ماركت الجاي، بس البول ماركت ده 8 دولار 9 دولار. دوج كوين وقع لانه في واحد اسمه باري سيلبرت النهارده عمل شورت على الدوج كوين، باع منه بكميه جباره، وقع سعره، هو طبعا كسب. فمعنى الكلام ده الناس اللي كانت متحمسة قوي امبارح واشترت خسرانة النهاردة، خسرانة جامد كمان، مش خسرانة قليل. وده اللي انا بقوله يا جماعة بالنسبة لدوج كوين، المليونيرات دول هياخدوا فلوسكو. It's too late for you ان انت تخش في دوج كوين، تتفرج بس. اهو ده الراجل اللي النهاردة باع كمية دوج كوين جبارة، وقع السعر 10%. بصوا الدب، بصوا الوقعة قد ايه، دب دي النهاردة بس. اوكي، اول تايم هاي بتاعه 73 سنت، الراجل ده وقعه 9%. وان جاي. طيب خبر اللي عند بعد كده، ايلون ماسك ابتدى يحذر الناس، غريبة، ايلون ماسك ابتدى يحذر الناس من الكريبتو كيرنسي، من الانفستمنت للكريبتو كيرنسي. ده خبر غريب جدا، الراجل اللي كان متحمس ده لغايه امبارح ولغايه اول امبارح، وعمال يشتري دوج كوين وعمال يشتري بيتكوين، النهارده بيحذر. بيحذر ليه؟ وقلنا في خبر امبارح في الحلقه بتاعت امبارح انه ابتدى يقول ان احنا عايزين النكته دي ان هي تبقى رقم واحد على السوق، لان دي هتبقى حاجه ايكونيك، حاجه يعني ايكونيك، المهم هتبقى حاجة يعني فوق الخيال ان العملة النكتة دي تبقى رقم واحد في العالم. ولو ما حصلش ادينا we were having fun، انا قلت الكلام ده في حلقة امبارح، we were having fun، هقولك ما احنا كنا بن having fun، احنا كنا بنهزر. اليوم اللي بعده يطلع خبر زي ده بيقول انه ايلون ماسك بيحذر الناس من العملات الافتراضية. 27,000% زيادة الكريبتو كورنسي الالت كوين السنة دي، 27,000%. ما تنسوش يا جماعة الزيادة دي جت امتى، الزيادة دي جت لما بيتكوين طلع الاول، ولما بيتكوين الكينج، انا ما زلت بسميه الكينج، طلع الاول وسحب الناس دي كلها وراه. دلوقتي هو قاعد بيتفرج وبيتهوى، بياخد بريك، سايب العيال الصغيرة تلعب، سايب الفيران تلعب، هو القط. ونغاب القط
العب يا فار. في عملة جديدة اسمها شيبا كوين، مرسوم عليها برضو كلب الشيبا اللي هو الكلب بتاع الدوج كوين، والعملة دي زايدة 500%. بدايتها برضو زي الدوج كوين بالظبط، ما تسواش حاجة، ونطت نطة جبارة زي الدوج كوين. حاجة زي دي انا تخوفني من العملتين، حاجة زي دي تخوفني من العملتين. وبكرة فكركو مفيش حاجة بتطلع الطلعة الجبارة دي غير لما تنزل نفس النزلة تاني. لازم الطلعة تبقى أورجانيك، ما يجيش واحد زي المليونير بتاع النهاردة ده يوقع لي السوق 9%. لا يا حبيبي، أنا هشتري عملة فين الملايين شايلين منها، فأنت لما بيع منها النهاردة ما يحصل لهاش حاجة. نخش بقى في حتة التكنيكال أناليسس بتاعت النهاردة. قبل ما نبتدي التي اي ارجع افكركم تاني، بليز لايك اند سبسكرايب القناه، فاضل لنا تكه ونكسر ال 200 سبسكرايبر. طبعا انا بقدر جدا السبورت، وتاني احنا بنعمل الفيديوهات دي عشانكم، عشان انتم تستفيدوا، تكتر فلوسك وما يضحكش عليك. قبل ما نخش في التي اي، اي واحد عنده عمله عايز نعمل عليها تي اي يكتب لي تحت في الكومنت. احنا اوريدي عملنا حوالي 4-5 عملات طلبات من الناس اللي سبسكرايبر للقناه. وخلينا نبتدي، يلا نشوف النهاردة سعر البيتكوين عامل ايه. طبعا اللي متابع الحلقات اللي فاتت فاهم بالظبط الرسمة دي وبيتابعها معايا، واحنا كنا متوقعين انه امبارح يكسر الخط الريزيستن ده اللي احنا رسمينه، وبنتكلم اكتر كمان في الخط ده بتاع الفيبوناتشي ريتريسمنت اللي عمال يلمسه. هو كسر الخط ده، بس يعني يا دوب. عارفين ليه انا مش مبسوط؟ انا مش مبسوط لاني عايز اشوف فوليوم. بصوا يا جماعه، الفوليوم ده لازم ينكسر. لو اخذنا خط من هنا تحت لهنا، شايفين الفوليوم ماشي ازاي؟ هنا لمسه، وهنا لمسه، وهنا لمسه. لازم الفوليوم ده ينكسر. عشان كده الناس النهارده اتحمست قوي انه بيتكوين خلاص هيكسر وبيتكوين فك. يا ممكن دي تبقى فيك او يرجع بيتكوين يلمس المثلث ده تاني من تحت ويجرب مره كمان. ليه؟ لان الفوليوم قليل، عايزين شويه ستيك اوف فوليومز تطلع كده بره المثلث ده. ده اللي لازم يحصل، ده اللي هيشجعني ان انا اعرف انه بيتكوين فعلا كسر المقاومه دي. استنى اوريكو احنا بنتكلم طبعا على المثلث الاحمر ده اللي احنا رسمينه، وبنتكلم على الخطوط الفيبوناتشي. هو لغايه النهارده اهو، يعني حتى شوفوا من ساعه ما رسمنا الخطوط دي، جه عند اول خط هنا وقع عمل ريزيستنت، وبعد كده كمل على الخط اللي بعده عمل ريزيستنت، وبعد كده حاول يكسر الخط اللي بعده، فشل جامد يعتبر، وقع للخطين اللي قبل كده. وقلنا ان احنا اهم خط عندنا هو الخط اللي في النص ده. فمعنى كده في الوقت الحالي انه بيتكوين عمال يترقص حوالين الخط ده، لسه مش عارف يقرر. وحتى لغاية دلوقتي احنا مش عارفين نقرر، هل يا ترى هينزل تحت ولا هيطلع فوق. زي انا امسح الشخبطة دي. فالطلعة بتاعت النهاردة تعتبر طلعة ضعيفة من غير فوليوم. كنت حنبسط قوي لو كنت شفت فوليوم وكان طلع للخط الأزرق اللي فوق الفيبوناتشي ريتريسمنت عند 61,000. يعني لو بيتكوين ابتدى شوية يعمل اللي هو بيعمله ده على الخطوط اللي بعد كده هنا كده، هبقى شوية نوعا ما مرتاح، ممكن ساعتها كمان حتى افتح لونج بوزيشن. على فكرة احنا هنعمل تريد قريب على فيمكس، اول ما يخلص رمضان هنبتدي ننزل حلقات تفصيليه، هاو تو ماين، هاو نعمل ستاك، هاو نعمل تريد بالتفاصيل. الحلقه هتبقى حوالي يمكن نص ساعه، ساعه الا ربع، عشان نبتدي نوريكم كذا طريقه ممكن تكسبوا منها من العملات الافتراضيه، مش ان انت بس تشتري العمله وتستنى ان سعرها يزيد. في مليون طريقه ممكن تكسب منهم تاني. فخلاصه الكلام، احنا نوعا ما ماشيين كويس. بيتكوين ممكن احتمال كبير جدا انه يعمل ريتريسمنت على الخط ده، على الحتة دي، ينزل يلمسها تاني وبعد كده نكسر، لانه طلعت النهاردة دي مش قوية. ولو انه في نفس الوقت فكروا بيها برضو من جانب تاني، الناس عمالة تحاول تنزل سعره ومش عارفة،
برضو الناس بتحاول تنزل سعره بعد الوقعة اللي وقع هذه ومش عارفين عمال يطلع برضو. ودي ميزة بيتكوين عن بقية العملات ان هو بيطلع اورجانيك، تلاقيش كده خط كده طلع مرة واحدة في يوم واحد. بتحصل طبعا لما بيخش واحد مالتي مليونير يشتري، بس المربعات الصغيرة يا جماعة اللي انتوا شايفينها دي، دول انا وانت لما بنشتري، ده انا وانت بنشتري المربعات الصغيرة دي، والناس التقيلة هي اللي بتشتري الكاندز الكبيرة دي. ففي اورجانيك موفمنت، في حاجات صحية بتحصل في السوق، مش حاجة ضربت مرة واحدة وحاجة نزلت مرة واحدة والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه ده. اكتر سوق لسه بيحصل فيه تلاعب برضو، خلي بالك من النقطة دي. لو انت عايز تعمل تريد انصحكم بمنصة فيمكس. لغاية دلوقتي عندنا 2 يوزرز سجلوا، ثانك يو فيري ماتش على التسجيل. سجل لان انت حتى كمان لما تسجل بيدولك كود، ولو وزعت الكود ده بتكسب فلوس اكتر. المسألة مش مسألة فلوس، المسألة مسألة ان دي منصة انا بستعملها بقالي حوالي 5 سنين، كسبت منها كتير جدا. للأسف اخر تريد كنت فيه خسران، فانا واخد منها اجازة. وزي ما بقول لكم هنعمل حلقات مفصلة للتريدينج قريب، وهنخش نعمل بوزيشنز مع بعض لايف، ووريكم قد ايه استخدام المنصة دي سهلة. عندهم عملات كتيرة جدا غير البيتكوين، وعندهم حتى كمان ذهب. في لينك موجود تحت عندي في الفيديو في السبسكريبشن، دوس على اللينك ده يفتح لك اكاونت جديد عند فيمكس، ويدولك من 80 ل 100 دولار هدية. ممكن تودع 200-300 دولار من فلوسك وتعمل تداول بال 100 دولار الهدية دي، كسبت منها خير وبركة، ما كسبتش يبقى انت ما خسرتش فلوسك. وطبعا دي القناة، thank you very much على السبورت، 193 سبسكرايبر. ان شاء الله انا متفائل ان احنا نكسر ال 200 سبسكرايبر قبل ما يخلص رمضان. وزي ما قلت لكم احنا بنعمل الكلام ده علشان خاطركم، و this is a one man show. انا بعمل الفيديوهات وبعمل الاخراج وبعمل كل حاجة، ما فيش اي حد بيساعدني. فوالله الموضوع يعني بياخد مني وقت كتير، والحمد لله انا بنبسط جدا لما بشوف ناس بتاخد من نصايحي. في ناس كسبت فلوس كتير جدا بسبب الفيديوهات البسيطه اللي احنا بننزلها دي. انا مش مستفيد غير ان انا عايز كل الناس تكسب من فرصه تاريخيه. انت محظوظ ان انت مولود في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن العملات الافتراضيه، ما تفوتوش. وثانك يو فيري ماتش لللايكس والسبسكرايبز، وكل واحد سبسكرايبر والله بيجي لي بنبسط منه جدا وبقدره، والدليل ان احنا بنرد على كل الكومنتس، وحتى بعمل تي اي تكنيكال اناليسز لاي حد على اي عمله هو عايز نعملها له. زي ما تعودنا جايز، ثانك يو فيري ماتش، واز اولويز باي.